بلغ المتوسط اليومي لإنتاج النفط من حقل ظهر من الغاز الطبيعي في عام 2022-2023 ما يقرب من 2.4 مليار قدم مكعب ونحو 3700 برميل يومياً من المتكثفات. هذا وتخطط الحكومة لدخول البئر العشرين لإنتاج في نهاية أكتوبر القادم كجزء من الإجراءات للمحافظة على معدلات الإنتاج. يأتي ذلك وسط فرص واعدة لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز من خلال تطوير وتحسين كفاءة العمليات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف. انطلقت فعاليات المؤتمر الخامس للتأمين وإعادة التأمين في مدينة شرم الشيخ. يشهد هذا المؤتمر مشاركة نحو 1000 شخص من قادة صناعة التأمين في كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية، بالإضافة إلى عدد من قيادات السوق القائمين على صناعة التأمين في مصر. الاتحاد المصري للتأمين سيدعم 40 طالب لتلقي العلوم الإلكترونية لزيادة عدد خريجي الإلكترونيين في مصر. هيكون عندنا إن شاء الله كل سنة 40 طالب بندعمهم دعم كامل، مصاريف كاملة بندفعها احنا كاتحاد، وتم توقيع البروتوكول مع جامعة القاهرة على هذا الأساس. عندنا زي ما قلت 5 محاور، هنتكلم على التأمين الصحي الشامل، هنتكلم عن مساهمة القطاع الخاص فيها، هنتكلم عن ازاي الدول التانية نجحت في تحقيق هذه الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص سواء إقليميا أو عالميا. حقيقة انعقاد هذا المؤتمر على التوالي خلال 5 سنوات جعله أحد المؤتمرات المشهود لها بالسمعة الطيبة في أسواق التأمين وإعادة التأمين. هي المؤتمرات ليست هذه المؤتمرات ليست للندوات العلمية فقط، ولكنها تتضمن هي أسواق عبارة عن سوق لتلاقي شركات التأمين مع معيدي التأمين العالميين. طبعا ده انتشار قوي جدا لقطاع التأمين وبيعمل رواج للصناعة في السوق المصري في السوق العربي كمان في السوق الدولي، بيأتراكت كتير جدا جدا من شركات إعادة التأمين الخاصة اللي هي بتبقى ويلنج انها تتعامل في السوق المصري عشان الاختراق عندنا مش كتير قوي، وكمان بيحاول يوصل بشكل أعلى من كده. إلى أخبار البورصة المصرية، حيث أنهت التعاملات اليوم وجلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع وسط تداولات كلية تجاوزت 2.4 مليار جنيه. هذا وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق ما قيمته 9 مليارات جنيه. أما بالنسبة لمؤشرات البورصة فقد ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بما نسبته 42% ليغلق عند مستوى 19751 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بما نسبته 94% ليصل ويحقق ما قيمته 3890 نقطة. هذا وقد صعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بما نسبته 73% ليغلق عند مستوى 5724 نقطة. في أسواق البترول العالمية، صعدت أسعار النفط اليوم مدعومة بتوقعات اتساع عجز المعروض في الربع الأخير من العام بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج، بالإضافة إلى تفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين أكبر مستورد عالمي للخام. هذا وزادت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1% لتصل إلى 94.37 دولار للبرميل. هذا وارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2% لتصل وتحقق ما قيمته 91.92 دولار للبرميل. أما بالنسبة لأسعار المازوت عالميا فقد انخفضت بما نسبته 44% لتصل وتحقق ما قيمته 3.29 دولار للتر. هذا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى بما نسبته 23% لتسجل ما قيمته 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. انخفضت صادرات السعودية من النفط الخام في يوليو الماضي إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين، وانخفضت صادرات أكبر مصدر للنفط في العالم إلى أكثر من 6 ملايين برميل يومياً متراجعاً ب11.6% عن كميات الشهر السابق لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو من عام 2022. هذا وخفضت السعودية من إنتاجها بشكل كبير في يوليو وهو أكبر تخفيض منذ سنوات
علاوة على اتفاق تحالف أوبك بلس الأوسع على الحد من الإمدادات حتى العام القادم 2024. أعلنت روسيا والصين أنهما ستبنيان مجمعاً لشحن النفط بقيمة 686 مليون دولار في أقصى شرق روسيا. سيسهل هذا المجمع من تصدير النفط الروسي إلى الصين في ظل توسع موسكو في بنيتها التحتية لتنويع صادرات السلع صوب الشرق وبعيداً عن أوروبا. انتهت هذه الوقفة مشاهدينا الكرام في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. نعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع هبة ويوسف. أشكرك مصطفى.